السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد طريقه جديده من طرق حل النون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن اللي هي طريقه الفاريشن اوف بارامتر. طبعا احنا في سيشن 3 وسيشن 4 كنا بدانا كلامنا في الجزء بتاع الهاير اوردر ديفرنشال ايكويشن وازاي نحل الهاير اوردر، واتفقنا ان احنا هنتكلم بالتحديد على نوع معين من انواع الهاير اوردر اللي هو اللينير هاير اوردر، واتفقنا ان اللينير هاير اوردر ليه تصنيفين على حسب المعاملات بتاعته، يا اما معاملات ثابته اللي هي كونستنت كوفيشنت، يا اما معاملات متغيره اللي هي الفاريبل كوفيشنت. واتفقنا ان كل تصنيف هنبدا ندرسه وندرس طرق الحل بتاعته. بدانا باول تصنيف اللي هو الكونستنت كوفيشنت، وعرفنا ازاي نقدر نتعامل معاه سواء كانت المساله هوموجينيوس او نون هوموجينيوس. كنا اخر حاجه اخذناها في سيشن 4 اللي احنا ازاي نحل النون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن وذ كونستنت كوفيشنت باستخدام طريقه اسمها دي اوبريتور ميثود. على قد ما طريقه الدي اوبريتور لانها سهله جدا ومباشره، على قد ما هي بالجنرال يعني ما اقدرش اطبقها في كل الحالات لان هي عندها بعض القصور، لانها مش بتنفع في كل الحالات، في حالات معينه بس هي اللي ينفع ادخل فيها الاوبريتور، ولكن في حالات كتيره ما ينفعش استخدم فيها الاوبريتور. ومن هنا بداوا يدوروا على طريقه تانية لحل مساله النون هوموجينيوس، بس الطريقه التانية دي تكون جنرال اقدر استخدمها او اركبها على اي مساله نون هوموجينيوس بدون اي ريستريكشن. الطريقه دي هي فاريشن اوف بارامتر. فعلا لقوا طريقه الفاريشن اوف بارامتر هي طريقه جنرال اقدر استخدمها مع اي مساله نون هوموجينيوس. برضو كده انت هتلاحظ ان انا هنا في التايتل ما كتبتش التصنيف اللي انا هشتغل عليه دلوقتي، يعني ما قلتلكش هل هي نون هوموجينيوس كونستنت كوفيشنت ولا فاريبل كوفيشنت، وده عن عمد. انا متعمد اعمل كده عشان انا زي ما قلت لك الفاريشن اوف بارامتر هي طريقه جنرال اقدر احل بيها اي نون هوموجينيوس، سواء بقى كانت كونستنت كوفيشنت او زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله الفاريبل كوفيشنت اقدر برضو احلها بطريقه الفاريشن اوف. طيب تعالى كده نشوف اكزامبل، والاكزامبل ده عن طريقه هنبدا نوضح خطوات الحل بتاعت الفاريشن وايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بحل بالفاريشن. واهم حاجه عايزين نوضحها في الاكزامبل ده ان انا امتى اتخذ القرار سواء اشتغل بالدي اوبريتور او طريقه الفاريشن. الاكزامبل ده عباره عن مساله نون هوموجينيوس وكونستنت كوفيشنت، زي ما احنا شايفين المعاملات بتاعتي هنا ثوابت. فاحنا عارفين ان اي مساله نون هوموجينيوس الحل بتاعها بيبقى على مرحلتين. المرحله الاولى هي ايجاد الواي سي او ساعات بيسموها الواي اتش او الواي سي اف اللي هو الحل بتاع الهوموجينيوس. واتفقنا ان المرحله دي تبقى مرحله بسيطه جدا وسهله جدا، ملهاش علاقه بقى باستخدام الدي اوبريتور او طريقه الفاريشن، دي مرحله مستقله لوحدها. والمرحله دي على قد ما هي بسيطه جدا بس مهمه جدا. ليه؟ لان شكل الواي سي اللي انت هتكتبه دلوقتي مترتب عليه كل الخطوات اللي جايه بعد كده. يعني لو انت الواي سي دي كتبتها غلط فكل اللي جاي بعد كده هيبقى اكيد غلط. فركز جدا وانت بتجيب الواي سي عشان هي مهمه جدا. فالواي سي بتاعتنا اتدربنا عليها كتير هتطلع في الاخر بالشكل ده. عايز بس اعمل كومنت كده صغير على الشكل ده. انا عندي كام حل للهوموجينيوس؟ حلين اي باور ماينس اكس واي باور ماينس 2 اكس. يعني ايه حل للهوموجينيوس؟ يعني الاي باور ماينس اكس دي لو دخلت جوه المعادله هتعمل ايه في المعادله؟ هل هتطلع سيش؟ لا، هتطلع زيرو. اي واحد من دولت، اي فانكشن من دولت لما بيخش جوه الايكويجن بتاعتي بيصفر الايكويجن، بيصفر المعادله، عشان ده يعتبر اساسا حل للهوموجينيوس. فبالتالي اي واحد فيهم لما بيخش جوه المعادله بيصفر المعادله، ما بيطلعلكش السيش. اللي بيطلع السيش هو مين؟ الواي بي اللي احنا لسه هنجيبه بعد شويه. تمام؟ فكل واحد من دولت بيصفر المعادله التفاضليه بتاعته. طيب تعال نخش بقى على المرحله الثانيه وهي المرحله المهمه اللي هو ايجاد الواي بي. وهنا بقى لازم اتخذ قرار سواء اشتغل بطريقه الاوبريتور او طريقه الفاريشن. يا ترى ايه الحاجه اللي هتساعدني في اتخاذ القرار ده؟ هو شكل الفانكشن. الفانكشن دي اللي هي موجوده في الطرف اليمين هو ده المعيار اللي على اساسه هروح لطريقه الاوبريتور او طريقه الفاريشن. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان طريقه الاوبريتور محدده لنفسها انواع معينه من الفانكشنز بتشتغل عليها. تمام؟ لو الفانكشن بتاعتي تنتمي للانواع دي او تنتمي للتيبل بتاع الاوبريتور، في الحاله دي اقدر اشتغل بالاوبريتور، مش بتنتمي ليها ما اقدرش اشتغل بالاوبريتور. لو انت رجعت كده للتيبل بتاع الاوبريتور، طريقه الاوبريتور، كان التيبل ده فيه انواع معينه من الفانكشنز اللي هم مين؟ اللي هم الكونستنت
اللي هما الساين وكوساين، الشاين وكوشاين، والاكسبونيشن. تمام؟ دي الانواع اللي انا مسموح لي استخدم الاوبريتور ميثود خلالها. تمام؟ غير كده مش هينفع استخدم الاوبريتور ميثود. فطبعا هنا فانكشن، هنا السش، السش اللي هي واحد على كوشاين، دي مش موجوده في الاوبريتور، الجدول بتاع الاوبريتورز. فبالتالي هنا انا اكيد هستخدم طريقه الفاريشن اوف بارامتر، لان هي طريقه جنرال. طيب تعالى بقى واحده واحده كده نشوف خطوات الحل بتاعت الفاريشن. طبعا هي خطه الحل الرئيسيه للفاريشن هو ان الفاريشن اوف بارامتر بيقدم لي طريقه جديده لايجاد الواي بي. بس قبل ما نجيب الواي بي باستخدام الفاريشن، في خطوه كده تحضيريه لازم دايما تتعمل في الفاريشن، خطوه مهمه جدا، اللي انا لازم اخلي الكوفيشنت بتاع الواي دبل داش يبقى ايكوال كام؟ 1. ليه؟ لان انا كل القياسات او كل الحسابات اللي انا هقولها لك بعد شويه معتمده على ان الكوفيشنت بتاع الواي دبل داش يبقى ايكوال كام؟ 1. خلي بالك من الخطوه التحضيريه دي مهمه جدا. فطبعا هقسم هنا المعادله على 2، فلما اقسم المعادله على 2 هيطلع شكل الديفرنشال ايكويشن بالمنظر ده. وهي دي الديفرنشال ايكويشن اللي انا هبدا اشتغل عليها بقى من دلوقتي. يعني هي دي شكل الاف اوف اكس اللي انا هتعامل معاها من دلوقتي. هو ده شكل الاف اوف اكس اللي انا هتعامل معاه من دلوقتي. طيب تعالى بقى نشوف طريقه الفاريشن اوف بارامتر فرضت الواي بي على اي اساس. بكل بساطه الفاريشن اوف بارامتر بيفرض الواي بي نفس شكل الواي سي بالظبط. ايه ده؟ يعني اخد كوبي من الواي سي، هي هي بالظبط زي ما انتم شايفين، اي باور ماينس اكس واي باور ماينس 2 اكس، بس باختلاف ايه بقى؟ بدل الثوابت، بدل سي 1 وسي 2 حط بدلهم في 1 وفي 2. تمام؟ فهو دي طريقه الفاريشن. طريقه الفاريشن بتفرض ان الواي بي نفس شكل الواي سي بالظبط مع استبدال الثوابت بفانكشنز اسمها في 1 وفي 2. واصبح كده الواي بي كلها معروفه ما عدا مين بقى؟ الفي 1 وفي 2. لو انا جبت الفي 1 وفي 2 كده بقى انا حليت المساله. يبقى دي الخطوه الثانيه اللي هي فرض الواي بي بيكون على الشكل ده. عشان كده هنقولها برضو بعد كده ان طريقه الفاريشن معتمده اعتماد كلي على وجود الواي سي. لازم الواي سي دي تبقى موجوده عشان اقدر اجيب منها مين؟ الواي بي. لازم الواي سي كلها تبقى موجوده عشان الفرض بتاع الفاريشن معتمد ان الواي سي والواي بي نفس الشكل بالظبط. فبالتالي لازم الواي سي تبقى موجوده بشكل كامل. طيب الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه هي المفروض بقى ان انا ابدا اجيب الفي 1 وفي 2. في قوانين ثابته هستخدمها في ايجاد الفي 1 وفي 2، بس القوانين دي محتاجه بارامتر اسمه دبليو اللي هو الرونسكن. الرونسكن ده بارامتر موجود جوه القوانين بتاعت الفي 1 وفي 2، فيلا نحضره من الاول، يلا نجيبه. طبعا الرونسكن ده مش جديد علينا، احنا خدناه قبل كده. ان الرونسكن بنحسبه عن طريق ان انا بفتح الديترمنانت وبحط فيها الحلول بتاعت الهوموجينيوس اللي هو الواي 1 وواي 2، وبعد كده الصف الثاني واي 1 داش واي 2 داش. مين الواي 1 وواي 2 دوت؟ الواي 1 وواي 2 اللي هم الحلول بتاعت مين؟ الهوموجينيوس، اللي هو سواء تقراهم من هنا او تقراهم من هنا. وفي ملحوظه برضو، هو مين الواي 1 ومين الواي 2؟ المفروض اللي هي مش فارقه، يعني انا ممكن اخد ده هو الواي 1 واخد ده هو الواي 2. بس استنى، خلينا نتفق اتفاق عشان بس ما يكونش في لخبطه مع القوانين اللي احنا هنكتبها. دايما اللي اختاره انت واي 1 اللي هو جنب الفي 1، والواي 2 اللي جنب الفي 2. كل واحد على حسب هو كاتبها ازاي. يعني افرض واحد مثلا كاتب الاي باور ماينس اكس كاتب جنبها في 2، والاي باور ماينس 2 اكس كاتب جنبها في 1. خلاص، يبقى اللي جنب الفي 1 انت سميه واي 1، واللي جنب الفي 2 اسمه ايه؟ واي 2. فخلي بالك من النقطه دي لان دي مهمه جدا. تمام؟ طبعا هي مش هتفرق في الناتج، بس هي بتفرق في التفاصيل. يعني وانت بتجيب التفاصيل بتفرق، بس كناتج نهائي مش هتفرق. طيب هنبدا نحسب الرونسكن دي. طريقه حساب الرونسكن مجرد ان انا هفتح الديترمينانت هيطلع في الاخر بالمنظر ده. لو حبينا احنا نيجي نشوف شكل الديترمينانت اتحسبناها ازاي، هتلاقي ادي الديترمينانت بتاعتي، حطينا هنا الواي 1 والواي 2 اهم، والديريفيتيف بتاعهم اهم، وحسبنا ده في ده ناقص ده في ده، طلع في الاخر ماينس اي باور ماينس 3 اكس. تمام؟ طيب بعد ما حسبنا الرونسكن، يلا بقى قول لي القوانين اللي انا هستخدمها عشان اجيب الفي 1 والفي 2. القوانين دي سهله جدا زي ما انت شايف، ادي في 1 وادي الفي 2. القانونين دول فيه تشابه كتير قوي من بعض. تمام؟ هتلاقي هما الاثنين عباره عن انتجريشنز، هما الاثنين جواهم اف اوف اكس على الدبليو، اف اوف اكس على الدبليو. الاختلاف ان الفي 1 بيعتمد على ماينس واي 2، بينما الفي 2 بيعتمد على واي 1.
هو ده الاختلاف. تمام، طيب يلا نبدأ نحسب كل واحد في دولت. ال V1 هنقول ماينس ال Y2 اللي هو مين؟ اللي هو e باور ماينس 2x. تمام، الرونسكن اللي هو ماينس e باور ماينس 3x اللي انا لسه حاسبه من شويه، ناقص ان انا احط ايه جوه التكامل؟ احط مين؟ الفانكشن بتاعتي. طيب الفانكشن بتاعتي المفروض اللي هي نص سيش، ما تنساش الفانكشن دلوقتي اللي هتشتغل عليها هي نص سيش، نص سيش الفانكشن مش سيش، هتبقى نص سيش، لان احنا زي ما اتفقنا لازم نخلي الكوفيشنت ب1 في الاول. اه بس استنى، هو انا لما احط نص سيش هنا هل الانتجريشن ده هيبقى ساهل كده؟ لا، انا شايف الانتجريشن كله ايهات، يبقى انا بالمره احول السيش دي لايه؟ لايه بالمره. فانا هنعمل كده فعلا، السيش دي هخليها 2 على اي باور اكس زائد اي باور ماينس اكس، السيش هي مقلوب الكوشاين، وبناء عليه هقدر اقول ان هي دي شكل الفانكشن اللي انا هتعامل معاها، اللي هي 1 على اي زائد اي باور ماينس، وهي دي اللي انا هبدا احطها هنا بقى اهو، 1 على اي زائد اي باور ماينس اكس، ويبقى هو ده شكل الانتجريشن اللي انا هبدا اشتغل عليه دلوقتي. هنبدا نعمل انتجريشن، هيطلع نص لين اي باور 2 اكس بلس 1. برضه لو انت عايز تعرف تفاصيل الانتجريشن مشيت ازاي، عشان برضه الانتجريشن ده كان مهم، تعال نبص كده هتلاقي ان انا عندي قد الفي 1. المفترض ان انا لما جيت اختصرت الاي دي مع الاي دي وفي ماينس بره وماينس جوه طلع لي الشكل ده في الاخر. بعد ما دخلت الاي باور ماينس اكس دي جوه طلع لي 1 زائد اي باور ماينس 2 اكس. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده ضربت في اي باور 2 اكس فوق وتحت. خلينا نتفق اتفاق صغير كده، دايما لما يقابلك تكامل بالمنظر ده، اي تكامل جواه اي، دايما لو لقيت ان شكل التكامل في وجود الاي باور ماينس التكامل شكله صعب، خلي التكامل بدلاله الاي باور بلس. بمعنى ان انت لو التكامل مش راكب او مش ماشي معاك لما يكون الاي باور ماينس، خليه كله اي باور بلس، ممكن تلاقيه ايه؟ يبقى سهل. دايما عود نفسك على كده، والعكس طبعا صحيح، لان انا هنا شفت التكامل ده، التكامل ده ك e باور ماينس 2 اكس صعب، فقال خلاص تعالى نحولها كلها e باور بلس، هتلاقيها ممكن ايه؟ سهل. فعشان احولها e باور بلس ضربت في e باور 2 اكس فوق وتحت، فلما ضربت في e باور 2 اكس فوق وتحت فعلا طلع ان شكل التكامل بالمنظر ده. طيب المنظر ده سهل؟ اه ده سهل، ده اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت، محتاج بس تحط له 2 ونص بره. تمام كده بقى اف داش على اف اللي هي هتبقى اللين اللي تحت. تمام، التكامل ده هيعدي علينا كتير جدا، فاتمرن عليه كويس. اللي انت لو الاي باور ماينس مش عاجباك اضرب في اي بحيث تبقى اي باور بلس، ولو الاي باور بلس مش عاجباك اضرب في اي باور ماينس عشان تخليها اي باور ماينس وتبدا تبقى المساله سهله. طيب تعالى بقى نشوف الفي 2، هيبقى نفس القصه برضو. الفي 2 هو انتجريشن واي 1 اف اف اكس على الدبليو، برضو هحط هنا الواي 1 بتاعتي، وادي الاف اف اكس اللي احنا اتفقنا عليها، وادي هنا شكل الدبليو اللي احنا اتفقنا عليه. هنبدا نحسب الانتجريشن ده، هيطلع 10 انفرس اي باور اكس ماينس اي باور اكس. برضو لو حبينا نشوف تفاصيل الانتجريشن ماشيه ازاي، هتلاقيها ماشيه بنفس التكنيك، ادي شكل الفي 2 اهو بعد الاختصارات. هدخل الاي باور ماينس 2 اكس دي جوه، هدخل دي جوه هنا، فلما ادخلها جوه هيطلع اي باور ماينس اكس واي باور ماينس 3 اكس. طبعا واضح هنا ان الاي هنا الباور بتاعها نيجاتيف ومصعب المساله، فلما الاقي الاي باور نيجاتيف مصعبه المساله اخلي المساله كلها اي باور بوزيتيف. ازاي؟ ضربت في اي باور 3 اكس فوق وتحت. فلما عملت الحركه دي لقيت شكل المساله اسهل نسبيا بالمنظر ده. المنظر ده متعرف عليه، بنسحب واحده اي نرميها هناك بالانتجريشن، وبعد كده بنزود واحد وننقص واحد عشان يبقى اللي فوق شبه اللي تحت ونوزع. فلما جينا وزعنا اللي فوق على اللي تحت طلع 1 ناقص 1 على اي باور 2 اكس بلس 1. كل ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاي باور اكس. فهتلاقي العمليه هنا سهله، ده هيديني اي وده هيديني تان انفرس. تمام، فزي ما احنا شايفين الانتجريشن بيكون بسيط جدا في الفاريشن. تمام، اهم حاجه بس انت تتمرن على النوعيه من المسائل كتير عشان تتعرف على انواع مختلفه من الانتجريشنز اللي انت ممكن تقابلها. طيب المهم بعد ما خلصنا الفي 1 والفي 2، انا دلوقتي جاهز ان انا ابدا اكتب الواي بي بقى. الواي بي هي عباره عن في 1 واي 1 بلس في 2 واي 2. ادي الواي 1 اهي، دي الواي 1 عندي اللي هي اي باور ماينس اكس، هحط جنبها هنا مين؟ هحط جنبها الفي 1. تمام، وادي الواي 2 هحط جنبها هنا الفي 2، فهحط هنا نص نص لين اي باور 2 اكس بلس 1، واحط هنا تاني انفرس ماينس اي.
خلاص كده انا خلصت وجبت الواي بي، بس ساعات بتتطلب مني ان انا اسمبليفاي شكل الحل، او اكتب الجنرال سوليوشن بطريقه مبسطه او مختصره. فممكن هنا في حاجه كده ممكن نختصرها هنا، لو دخلت الاي بارت اكس دي جوه، خلاص دخلتها جوه البراكت، هتلاقي ان انت في الاخر هيبقى عندك الواي بي دي عباره عن ترمين اي باور ماينس اكس واي باور ماينس 2 اكس. قول لي كده مين الترمينات اللي فيها اي باور ماينس؟ هتلاقي اول ترم اللي هو لين نص لين ده فيه اي باور ماينس هنا، وفين كمان اي باور ماينس سوري اي باور ماينس 2 اكس دي هتلاقيه اللي هو تان انفرس. في ترم كمان اللي هو ده، بس الترم ده اللي هو اي باور اكس، لما يتضرب في الاي باور ماينس 2 اكس هيديني اي باور نيجاتيف اكس، فهيضاف لي مين للترم ده؟ يعني هيبقى هنا فيه ماينس 1. تمام كده؟ طيب انا ليه عملت الخطوه دي؟ انا عملت الخطوه دي بكل بساطه لان ناس كتيره جدا لما بداوا يحلوا المساله دي لقوا ان يقول لك ان في الانسر الموديل انسر بتقول ان الحل هيبقى ده موجود وده بس موجود، بس ده مش موجود. طب هو ايه يعني؟ انا الحل بتاعي غلط، انا الحل بتاعي فيه حته زياده هنا. تمام، هل الزياده الموجوده عندي دي، هل الزياده دي صح ولا غلط؟ فده السؤال اللي احنا عايزين نساله. تمام، فعشان افسر الاجابه دي خلينا نكتب الجنرال سوليوشن. تعالى كده نكتب الجنرال سوليوشن وانا هقول لك اذا كانت الحد الترم الزياده اللي انت جبته ده، هل الترم ده غلط ولا صح. فتعالى كده نجيب الجنرال سوليوشن. الجنرال سوليوشن زي ما اتفقنا دايما في طريقه الفاريشن، عشان دايما بيكون الواي بي والواي سي ليهم نفس الكوفيشنت اللي هو اي باور ماينس اكس واي باور ماينس 2 اكس، فبيقسموها بالطريقه دي، بيحط كل الكوفيشنتس بتاعت الاي باور ماينس اكس اللي هو الواي 1 وكل الكوفيشنت بتاعت الاي باور ماينس 2 اكس. تمام، فهو دلوقتي الاول كوفيشنت للاثنين دولت اللي هو سي 1 وسي 2، سي 1 اهو باي سي 2. تمام، الكوفيشنت تاني ان الاي باور ماينس اكس عنده كوفيشنت اسمه لين والتاني عنده كوفيشنت اسمه تان انفرس. تمام، طيب فين بقى الحته الزياده اللي انت كانت عامله لك ازمه اهو؟ ده الماينس 1 اهو. انت بتقول دلوقتي ان الموديل انسر ما فيهوش الماينس 1، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل انت غلطان ولا هو الغلطان؟ لا، احنا الاثنين صح. ليه احنا الاثنين صح؟ لان بكل بساطه باينه قوي من هنا الزياده اللي انا حطيتها دي. تمام، ممكن تضاف للثابت اللي اسمه سي 1 ولا لا؟ عادي، اصل هو دايما عمرها دايما ما هكتب لك الحل بالشكل ده. لما اكتب لك الحل دايما بكتب لك الحل في السمبلست فورم، اما الماينس 1 ده يعتبر ريدندنت، يعني ملهوش اي لازمه، وجوده ملهوش اي لازمه. طالما عندي ثابت فالماينس 1 ده بيختزل جوه مين؟ الثابت. فبدل ما بيكتبوا الاثنين دول مع بعض بيكتبوا بدلهم ايه؟ بيكتبوا سي 1 وخلاص. تمام كده؟ يبقى كده خلاص، يبقى بدل ما يكتب ده ويكتب ده بيشطب ده كده ويبقى يكتب هنا سي 1 وخلاص. تمام؟ فخليك عارف النقطة دي كويس أوي، إن أي زيادات طالما الزيادات دي موجودة جوه الواي سي، أي زيادة في الحل بتاعك والزيادة دي موجودة جوه الواي سي، فدي مفيش قلق منها. تمام؟ لأن إحنا اتفقنا إن أي ترم موجود جوه الواي سي بيصفر المعادلة. فاهمني؟ وجود الترم ده مش هيعمل أي حاجة لأن هو بيصفر المعادلة، مش هيبوظ السيشن اللي أنت مظبطها. فاهمني؟ يبقى دايما كده خدها قاعده، لو انا الواي بي بتاعتي هي دي الشكل الصحيح بتاعها، ده الشكل الموجود في الموديل انسر، جيت انا من نفسي كده حطيت ترم زياده اي باور ماينس 2 اكس، هل الترم الزياده ده هيعمل لي ازمه ولا مش هيعمل لي ازمه؟ مش هقدر اقول لك اذا كان هيعمل ازمه ولا مش هيعمل ازمه غير لما ابص على الواي سي. لو الترم الزياده اللي انت حطيته جوه الواي بي موجود ضمن الفانكشنز بتاعت الواي سي، اذا الترم الزياده ده ملوش اي لازمه. ليه ملوش اي لازمه؟ اهو اي باور ماينس 2 اكس ده موجود جوه الواي سي. يعني ايه موجود جوه الواي سي؟ يعني الترم ده لما بيخش جوه المعادله التفاضليه هيعمل ايه في المعادله التفاضليه؟ هيصفرها. تمام، هل هو هيبوظ الشكل اللي اسمه سيش؟ هيبوظ الشكل اللي انت لسه جايبه؟ لا، الشكل ده لما يخش جوه المعادله التفاضليه هو اللي هيجيب لك مين؟ هيجيب لك شكل السيش اللي انت مظبطه او شكل الفانكشن اللي انت عاملها. ولكن الشكل ده لما يخش جوه المعادله التفاضليه هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك زيرو. فزيرو زائد سيش هي سيش. تمام كده؟ فاللي انا عايز اقوله ان وجود ترم زياده جوه الواي بي، عشان ناس كتير جدا كانت بتسال في الحته دي، فما يقلقش في حاجه، ما يقلقنيش في حاجه طالما الترم الزياده ده هو موجود جوه الواي سي، فبالتالي ما فيش اي مشكله. وبكده يبقى انا كده جبت الواي جنرال سوليوشن.
طيب تعالى كده نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده مهم وهنطلع منه برضو بنتيجة مهمة جدا. دي مسألة نون هوميجينيوس. اتفقنا أول مرحلة من الحل اللي أنا بجيب الواي سي. بجيب الواي سي ازاي؟ بنكتب المعادلة على شكل الأوبريتور الدي أوبريتور، وبعد كده بنجيب الاكزيلري، وبعد كده بنسولف الاكزيلري، وبعد كده بنبدأ نكتب شكل الحل بتاعنا. طيب دي بالنسبة للواي سي، واتفقنا نركز فيها مهمة جدا ان هي هيترتب عليها كل اللي جاي بعد كده. زي ما انت شفت ان في طريقة الفاريشن بفترض ان الواي بي نفس شكل الواي سي، باخد كوبي من الواي سي اللي انا جبتها. فانت لو الواي سي انت جايبها غلط فكده الواي بي هتبقى غلط. وحتى في طريقة الاوبريتور معتمدة بشكل كبير برضو على ايجاد الواي سي صح. طيب الطريقة التانية هو ايجاد الواي بي. اتفقنا لازم نتخذ قرار اذا كنت هكمل بالاوبريتور ولا هتنقل للفاريشن. المعيار اللي بيحكمني هو شكل الفانكشن. هل الفانكشن دي كومباتبل مع الاوبريتور ولا لا؟ بس استنى كده، هي لو انا بصيت على واحد على الاكس سكويرد هقول لك ان انا ما عنديش حاجه اسمها واحد على الاكس سكويرد موجوده في التيبل، ولكن في حاجه كده كنا اتفقنا عليها قبل كده في طريقه الاوبريتور ولازم نجربها. احنا اتفقنا لو المساله بتاعتي او الفانكشن بتاعتي كان فيها اي، فقبل ما تقول ان طريقه الاوبريتور مش هتنفع لازم تجرب حاجه اسمها الشيفت ايه بروبرتي. فلو انا جربت الاوبريتور ميثود هلاقي ان انا واقف ان انا ازاي اجيب تاثير الاوبريتور ده على مين؟ على الفانكشن دي. بس احنا اتفقنا اتفاق المره اللي فاتت طالما عندي اي عندي اكسبلانيشن جوه المساله يبقى لازم اجرب حاجه اسمها الشيفت بروبرتي. والله ممكن بعد ما بعمل الشيفت بروبرتي ممكن الاقي المساله بقت سهله جدا، ممكن الاقي المساله بقت صعبه وبالتالي هضطر اروح لطريقه الفاريشن. يبقى هي كده حاجه كده محتاج تختبرها في الاول، ممكن تنجح وممكن تفشل. طيب تعالى كده نجرب الشيفت بروبرتي. وطالما هجرب الشيفت بروبرتي زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، طالما هتعمل شيفت يفضل تعمل فاكتورايزيشن للاوبريتور بتاعك. فالاوبريتور ده طبعا هنا الروتس بتاعتي طلعت ماينس 3 وماينس 3، فيبقى الفاكتورايزيشن بتاعي يبقى ايه؟ دي بلس 3 اول سكويرد. طيب يعني تبقى اسهل شويه لما بعمل شيفت في وجود الشكل ده يكون فاكتورايزد بيبقى اسهل شويه. هنبدا نعمل الشيفت بروبرتي، هنطلع الاي باور ماينس 3 اكس بره وهشفت الدي بدي ناقص 3، وعلى امل ان بعد ما بعمل الشيفت الاقي المساله تبقى سهله. يعني ايه مساله سهله؟ يعني بعد ما اعمل الشيفت والاي دي تطلع بره والدي تتشفت بدي ناقص 3 هلاقي فعلا المساله بقت سهله جدا. ليه بقت سهله جدا؟ لان هي قلبت بقت دي سكويرد، ودي سكويرد واحد على دي سكويرد ده عباره عن ايه؟ انتجريشن. يبقى انا دايما في الشيفت بروبرتي هدفي دايما او امنيتي ان انا بعد ما بعمل الشيفت الاقي المساله بقت انتجريشن، بقت واحد على دي، واحد على دي سكوير، اي واحد من اي نوع من انواع الانتجرال اوبريتورز. ساعتها اقدر اقول ان الشيفت بروبرتي نجح في اللي هو يسهل المساله بتاعتي. يعني المساله هنا قلبت في الاخر ايه؟ اتنين انتجريشن. طبعا عمليه سهله خلاص، واحد على اكس سكوير هيتعمل له انتجريشن اول مره هيبقى نيجاتيف، واحد على اكس هيتعمل له انتجريشن تاني مره هيبقى نيجاتيف لين اكس. وبكده خلاص يبقى انا كده جبت الواي بي بشكل نهائي وكده حليتها بطريقه الاوبريتور، واسهل بكتير جدا من طريقه الفاريشن. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي اتفقنا اتفاق ان طالما الفانكشن بتاعتي فيها اي، حتى لو الاي دي معاها فانكشن غريبه مش موجوده في الجدول، يعني ممكن اي دي يبقى معاها لين، ممكن يبقى معاها تان انفرس، حاجات غريبه. طالما المساله فيها اي يبقى لازم الاول تجرب مين؟ تجرب الشيفت بروبرتي الاول. ممكن الشيفت بروبرتي يسهل او ممكن يصعب. امتى اقول الشيفت بروبرتي سهل المساله؟ لو الاوبريتور الكبير بتاعك اتحول لانتجرال اوبريتور، ساعتها اقدر اقول ان المساله فعلا بقت سهله. طب ممكن تقول لي علامه مميزه اقدر اميز بيها الحاله دي؟ اللي هي انهي حاله؟ اللي هي الحاله اللي بيظهر فيها اي وبعد ما بعمل الشيفت الاوبريتور بيتقلب انتجرال اوبريتور. هل اقدر اعلم العلامه دي، اعلم الحاله دي بعلامه مميزه بحيث ان انا اول لما ابدا في الواي بي اتشيك على العلامه المميزه دي؟ لو موجوده يبقى انا عارف ان الاوبريتور والميثود هتنفع، لو مش موجوده يبقى انا من الاول خالص اروح للفاريشن بدون ما اضيع وقت. في علامه مميزه ممكن نميز بيها الحاله اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. بص كده المساله بتاعتي ان جنرال لو بالشكل ده، المساله دي لقيت اللي الطرف اليمين فيه هنا اي، والاي هنا ليه معامل، هنا في معامل هنا. تمام. امتى اقول ان المساله دي تتحل بالاوبريتور ميثود اسهل من الفاريشن؟ لو الاكزيلري طلعت لي 2 ايكوال روتس، 2 زي بعض والقيم بتاعتهم نفس قيمه مين؟ المعامل. خد بالك من الكلام ده، لازم يكون ده
وده ايكوال، وكمان نفس ايكوال كام؟ ايكوال كام المعامل اللي هنا. في الحاله دي طبعا انا كده كده في الاول اول مرحله بجيب الواي سي، فانا كده كده اهو مثلا شايف ان هنا طالع ناقص 3 وهنا ده طالع ناقص 3، يبقى يا رب المساله يكون فيها اي باور ماينس 3. اه فعلا المساله هنا فيها اي باور ماينس 3 اكس، يبقى اكيد المساله دي لما توصل لمرحله الدي اوبريتور والشيفت بروبرتي هتلاقي المساله بقت سهله جدا. يبقى ده حاجه بتطمني ان انا هشتغل بالاوبريتور هتبقى مساله سهله. فمثلا قول لي بقى، عايزين نشوف الاكزامبل ده. هل الاكزامبل ده تتوقع كده هيمشي معايا اوبريتور ميثود باستخدام الشيفت بروبرتي ولا الفاريشن بارامتر من الاول خالص؟ انا كده كده زي ما اتفقنا في المرحله الاولى بجيب الواي سي صح، فكده كده بجيب الاكزيلري واجيب الحل بتاعه هيطلع فعلا 1 1. فاول لما الاقي الحلول بتاعت الاكزيلري 1 1 ابص على الاي الاكسبوننت بتاعها المعامل بتاعه كام؟ 1 برضه. فطالما ده 1 وهنا 1 وهنا 1 كلهم ايكوال مع بعض، يبقى اكيد الشيفت بروبرتي هتنجح. يعني ايه هتنجح؟ لان هتقلب المساله لمساله انتجريشن، فالواي بي هنا هتبقى سهله بطريقه الاوبريتور. طب تعالى نشوف الاكزامبل ده، يا ترى فاريشن ولا اوبريتور؟ برضه نفس القصه، انا اول حاجه هجيب الامات، دي كده كده مرحله اساسيه في المساله. فبعد ما اجيب الامات طلع لي شكل كومبلكس، لا بقى اكيد اكيد طالما طلع لي الشكل العجيب ده اكيد طريقه الاوبريتور مش هتنجح، حتى لو استخدمت شيفت بروبرتي مش هينفع. يبقى انا هنا مضطر اشتغل مين؟ الفاريشن. انا قلت لك الحاله الوحيده او العلامه المميزه للحاله اللي احنا قلنا عليها من شويه ان يكون الامات ايكوال مع بعض تو ايكوال روتس وقيمتهم بنفس قيمه معامل اكس. تمام. طيب يلا الحاله الاخيره دي برضو لما اجي اجيب الامات هيطلع واحد وناقص واحد، لا يبقى خلاص من بابها كده اكيد اكيد المساله دي لو حاولت تكملها بالاوبريتور حتى لو استخدمت شيفت بروبرتي مش هتنفع، اكيد هتشتغل ايه؟ فاريشن. يبقى هي مجرد بس احنا عملنا علامه كده مميزه، العلامه المميزه دي بتميز امتى المساله لما بيكون فيها اي، امتى المساله بتتحل بالاوبريتور بطريقه اسهل من الفاريشن. تمام كده؟ يبقى اذا خلاصه الكلام اول لما الاقي الامات بتاعتي ايكوال فهقول يا ريت يا ريت الفانكشن بتاعتي يبقى فيها اي بنفس المعامل بتاعها بنفس قيمة الام بتاعتي، لان الحالة دي لو اتحصلت اكيد الشيفت بروبرتي هيخلص المسألة بسهولة جدا اسهل بكتير جدا من الفاريش. تمام. طيب تعال نشوف كده اكزامبل هيأكد لنا النقطة اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. الاكزامبل ده اول مرحلة هجيب الواي سي كعادة، كالعادة جبت الاوبريتور جبت الاكزيلري حليت الاكزيلري طلع ماينس 1 وماينس 1 وعلى اساسه جبت الواي سي، ودخلت في المرحله الثانيه اللي هي ايجاد الواي بي، وهنا بقى لازم اتخذ قرار يا اما الفاريشن يا اما الاوبريتور. المعيار بتاعي هو الفانكشن، والله الفانكشن دي على الوضعيه بتاعتها كده هي ما ينفعش معاها اوبريتور. ليه؟ الفانكشن دي مش موجوده في التيبل. واحد يقول لي ما هي فيها اي اهي. اه بس انا عشان استخدم الشيفت بروبرتي لازم الاي بتاعتي تبقى اي مطلقه، اي حره، ما ينفعش الاي تبقى جوه باور او جوه فانكشن. الاي اللي انا بستخدمها في الشيفت لازم تبقى حره. تمام. وبالتالي هنا مفيش اي فري لوحدها، فبالتالي ما ينفعش استخدم الشيفت بروبرتي. اه بس في حاجه تانية ملفته، ايه الحاجه اللي لفتت نظرك؟ الحاجه اللي لفتت نظري ان الامات هنا ايه طلعت ايه؟ الام هنا طلعوا ايكوال مع بعض، وانا اتفقت معاك من شويه في السلايد اللي فاتت ان لما الامات تطلع ايكوال بقيمه اللي هي ماينس 1 هقول يا ريت الفانكشن بتاعتي يبقى فيها مين؟ يا ريت الفانكشن بتاعتي يبقى فيها مين؟ اي باور نيجاتيف اكس. تمام؟ لان في الحاله دي لو حصلت لما يكون الامات تطلع ماينس 1 والاي اي باور نيجاتيف اكس اكيد الشيفت بروبرتي هيقلب الاوبريتور الرخم ده لانتجرال اوبريتور. اه ماشي، بس انت كان نفسك يكون في اي باور نيجاتيف اكس، بس هو في الحقيقه مفيش اي باور نيجاتيف اكس. طب ما عادي، ما احنا ممكن نضرب في اي باور نيجاتيف اكس ده اللي انا عايزه واحط اي باور اكس، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. تمام كده. يبقى انا حطيت الاي باور نيجاتيف اكس عشان استغل الميزه اللي موجوده عندي ان الامات هنا ايكوال بنفس بقيمه ماينس 1، فانا الاي المناسبه ليها عشان تخلي المساله تبقى انتجرال اوبريتور هي اي باور نيجاتيف اكس. تمام. وضربت في اي باور اكس كده انا اقدر اقول لك يلا نجرب الشيفت بروبرتي على اي باور ناقص اكس، اكيد المساله هتبقى سهله.
تمام، عشان هجرب الشيفت بروبرتي، فانا بالمره هكتب الاوبريتور فاكتورايزد، هحلله هيبقى دي بلس 1 اول سكويرد. تمام، ويلا نجرب الشيفت، هطلع الاي دي بره وهشفت الدي بدي ماينس 1. فالمفروض لما اعمل الحركه دي ادي الاي باور ماينس اكس هي طلعت بره اهي، تمام، وادي الدي لما هتتشفت هتبقى دي سكويرد، وطبعا واحد على دي سكويرد اللي هو ايه؟ 2 انتجريشن. فالمساله في الاخر قلبت مساله ايه؟ انتجريشن. تمام، يبقى الفرق ما بين المساله دي والمساله اللي فاتت، المساله اللي فاتت كانت العلامه المميزه بتاعتها واضحه، كانت باينه، كان هنا في مثلا المساله اللي فاتت كان تقريبا كان في ماينس 2 ماينس 2 وكان اي باور ماينس 2 اكس موجوده، فبالتالي المساله كانت متجهه ناحيه الاوبريتور. هنا المساله ما كانتش اساسا فيها اي، ما كنتش ينفع استخدم فيها شيفت، بس لما لقيت الامات مع بعض ايكوال مع بعض، تمام، فده خلاني عند الفضول ان انا احط اي من عندي، ومش اي اي، الاي المناسبه للحاله دي اللي هي اي باور نيجاتيف اكس، عشان لما احط الاي باور نيجاتيف اكس واعمل الشيفت بروبرتي، الاوبريتور بتاعي هيقلب يبقى انتجرال، انتجرال اوبريتور، وبالتالي المساله هتبقى سهله. تمام، يعني الامات دي لو طلعت لي مثلا 3، لو الام دي طلعت ب 3 ودي طلعت ب 3، ها، يبقى انا كان نفسي هنا يبقى في مين؟ اي باور 3 اكس. تمام، لو الام طلعت ب 5 والام طلعت ب 5 يبقى اي باور 5 اكس، ولكن لو الام مثلا طلعت هنا ب 1 وناقص 1، هل كده العلامه المميزه اللي احنا اتفقنا عليها اتحققت؟ لا، العلامه المميزه بتتحقق امتى؟ لما الامات تطلع متساويه وقيمتها بنفس قيمه معامل اكس اللي جوه الاي. تمام، طيب في الحاله دي بعمل شيفت بروبرتي، يعني اول لما تلاقي الامات متساويه ممكن تجرب تفكر كده في موضوع الشيفت بروبرتي، ان هو اكيد هيسهل المساله. طيب هنا هنبدا نعمل انتجريشن، طبعا الانتجريشن هنا بالصعب، هو هنا الاي دي ممكن اوديها هناك بالانتجريشن، الاي هنا هتروح هناك بدي ورا دي بالانتجريشن، بعد ما اوديها هناك ورا دي بالانتجريشن هخلي دي باور نيجاتيف 2 وازود على باور 1 واقسم على الباور الجديد، هيطلع الشكل ده. تمام، بعد ما اخلص الانتجريشن الاولاني هنبدا نعمل انتجريشن تاني، ده اتفقنا عليه من شويه، التكامل هنا في وجود الاي باور موجب اكس صعب، انا مش حاسه، مش عارف ان انا احله ازاي. فطالما الاي باور موجب اكس مش راكب معاك ومش مسهل المساله، خلي المساله بدلاله الاي باور ناقص اكس، اكيد هتبقى سهله. تعال نجربها كده، عشان نخلي المساله اي باور نيجاتيف اكس هنعمل ايه؟ حضره في اي باور نيجاتيف اكس فوق وتحت، فعلا هتلاقي المساله في وجود الاي باور نيجاتيف بقت بالشكل ده. طب هو هي كده بقت سهله؟ اه كده سهله جدا، كده اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت، اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت، اف داش على اف، يعني المساله هتبقى لين ايه اللي تحت. تمام، طبعا بس في ملحوظه، الاي باور ناقص اكس ده ما ينفعش يخش جوه، محدش يدخل الاي باور نيجاتيف اكس ده ايه جوه، ما ينفعش، ده المفروض يبقى بره خالص وانا بحل الانتجريشن. يبقى اهم حاجه نطلع منها من السلايد دي والسلايد اللي فاتت، ان اول ما الاقي الامات بتاعت الاكزيلري ايكوال مع بعض، في الحاله دي لو في امل ان انا الاقي اي المعامل بتاعها بنفس قيمه الامات دي، في الحاله دي هلاقي المساله في وجود الشيفت بروبرتي هتبقى مساله سهله جدا. تمام، هي دي العلامه المميزه اللي انت لازم تخلي بالك منها، ان الامات تطلع متساويه. طيب احنا في السلايد اللي فاتت واللي قبلها كانت المساله المفروض تتحل بالفاريشن، كان الرسمي اللي هي تتحل بالفاريشن، بس انا لقيت علامه مميزه تمكنني ان انا احلها بالاوبريتور باستخدام الشيفت بروبرتي، وهتبقى مساله سهله. تمام، يعني المساله اللي فاتت كانت الفاريشن هيبقى صعب بس الاوبريتور هو هيبقى سهل. المساله المره دي بقى هناخد العكس، هناخد مساله قديمه حليناها قبل كده بطريقه الاوبريتور ولكنها كانت رخمه شويه، وهنشوف بقى لما نحلها بالفاريشن هتبقى سهله. تمام، فهي المساله الاساسيه اللي هي الشكل ده، الشكل ده يمكن كان بالنسبه لنا شكل معروف قوي، لما كنا جبنا الواي سي طلع كوزاين وساين، لما كنا جبنا الواي بي بطريقه الاوبريتور لقينا ان الدي سكوير لما يتحط بنيجاتيف 1 زي ما الجدول بيقول لي هيطلع واحد على زيرو، فبناء عليه عملنا استبدال، استبدلنا بقانون اويلر، استبدلنا الساين اكس باي باور اي اكس، بس انا مش هاخد الاي باور اي اكس كلها، انا بعد ما اخلص شغل على الاي باور اي اكس هاخد الايماجينري بارت بتاعها. تمام، ده التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليه لما بيكون عندي ساين او كوزاين فيها مشكله في المقام. تمام، وطلع الناتج في الاخر ماينس اكس على 2 كوزاين.
طيب المسألة دي ممكن بالنسبة لناس كتيرة كانت بتاخد وقت كبير، تمام؟ هل يا ترى الـ variation of parameter لو حليت بيها هتبقى المسألة أسهل وأسرع؟ أه فعلا هتبقى مسألة سهلة جدا. تعال نبص كده، تعال نحل نفس المسألة باستخدام الـ variation. طبعا الـ variation of parameter هو طريقة لإيجاد الـ YB، ملهاش دعوة بالـ YC خالص. فأنا دلوقتي هجيب لك طريقة تانية لإيجاد الـ YB، اللي هي إيه بقى الطريقة التانية؟ زي ما اتفقنا بيحط الـ YB بنفس شكل الـ YC، بياخد كوبي من الـ YC بس مع استبدال مين؟ الثوابت، بدل C1 و C2 يستبدلها فانكشن اسمها V1 وفانكشن اسمها V2. هي دي طريقة الـ variation، مجرد إن أنا باخد كوبي من شكل الـ YC. وبعد كده اتفقنا عايز اجيب ال V1 و V2، بس قبل ما نجيب القوانين بتاعت ال V1 و V2 اتفقنا ان انا بجيب حاجة اسمها ال W، وقبل ما اجيب ال W في حاجة اسمها Y1 و Y2. ال Y1 و Y2 اللي هما مع V1 و V2، من ال Y1 و Y2 اللي هما الحلول بتاعت الهوموجينيوس بجيب حاجة اسمها الرونسكن، اللي هي بحط الكوزاين والساين اللي هو ال Y1 و Y2، بحط الديريفيتيف بتاعهم، افك الديترمنت دي افكها ازاي؟ ده في ده ناقص ده في ده هيطلع لي كوزاين سكويرد بلس ساين سكويرد ايكوال 1. وبعد كده هنبدأ نكتب القانون بتاع ال V1 والقانون بتاع ال V2. ما تنساش ال V1 بيعتمد على ماينس Y2 وال V2 بيعتمد على Y1، ونبدأ نحسب كل واحد فيهم. هنلاقي الانتجريشن هنا بسيط جدا، ماينس انتجريشن هنا ساين، وال F of X طبعا اللي هي مين؟ ساين برضو، والرانسكن اللي هي ب1، تمام؟ في الحالة دي هيطلع ساين سكويرد، ساين سكويرد ده اللي احنا بنعمل له ريدكشن بنص واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية، تمام؟ وبناء عليه هقدر اقول لك ان شكل الانتجريشن بتاعي في 1 هيطلع بالمنظر ده. ده شكل الفي 1. في المقابل الفي 2 بتاعتي هنعوض الواي 1 اللي هي مين؟ الكوزاين، والاف اوف اكس اللي هي الساين. هلاقي مثلا عندي هنا ممكن تحلها بكذا طريقه، طبعا هنا مثلا هنا اف وهنا اف داش، فانا هيبقى الناتج هيبقى ساين سكويرد على الاثنين، تمام؟ فكده جبت الفي 2 والفي 1. الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا اكتب بقى شكل الواي بي. لازم دايما تكتب، ما تجيبلوش الفي 1 والفي 2 وخلاص، لازم دايما تحط الحل اللي هو جنرال فيه سمبلست فورم. فالواي بي بتاعتي هي عباره عن في 1 واي 1 بلس في 2 واي 2. فانا الواي 1 اللي هي كوساين هحط جنبها هنا مين؟ الفي 1. الفي 1 اللي انا طلعته اللي هو ربع ساين ماينس اكس هاتين، والواي 2 اللي هي الساين هحط جنبها هنا الفي 2 اللي انا لسه جايبه من شويه. طيب في بقى ملحوظه هناخد بالنا منها. بص كده على الواي بي اللي انا جبتها بالفاريشن، وبص على الواي بي اللي انا جبتها بالاوبريتور. ايه ده؟ ده في اختلاف خالص، اختلاف كبير جدا. الواي بي بتاعت الاوبريتور كانت ماينس اكس على 2 كوزاين، الواي بي بتاعت الفاريشن طلع فيها برضو، شايف ده؟ ده لما يتضرب في ده، ده لما يتضرب في ده هيديني ماينس اكس على 2 كوزاين اللي انا عايزها، صح؟ بس انا شايف هنا في ترم هنا زياده، صح؟ وفي برضو هنا ترم زياده. طب ايه بقى الترميات الزياده دي؟ اتفقنا في اول سلايد اتفقنا عليها، قلت لك مفيش مانع ان الواي بي بتاعتك يبقى فيها ترميات زياده، بشرط ايه هو؟ ان الترميات الزياده دي تبقى ترميات موجوده جوه الواي سي. ليه؟ لان الترميات اي ترم موجود جوه الواي سي بيصفر المعادله التفاضليه، فمش هيبوظ شكل الفانكشن بتاعتك، تمام؟ فاتفقنا ان انا بقبل زيادات جوه الواي بي بشرط ان الزيادات دي تكون منتميه للواي سي. طب تعال نشوف هل الزيادات دي فعلا هتنتمي للواي سي ولا لا. فعشان كده هنكتب الواي بي بطريقه مختلفه شويه. انا هكتب ماينس اكس على 2 كوزاين اللي انا المفروض تكون هي الموجوده عندي، اللي انا طلعتها بالاوبريتور. وبعد كده هدخل ده جوه وهدخل ده جوه كده واحاول اختصرهم. فلما ادخل الكوزاين دي جوه، الساين دي ممكن افكها 2 ساين كوزاين، والتانية دي ساين في ساين ترمية يديني ساين تكعيب. انا بحاول ابرر ايه دلوقتي؟ انا بحاول ابرر ان الحتة دي اللي هي الحتة الزيادة دي المفترض ان الحتة الزيادة دي تبقى يا اما كوزاين يا اما ساين، تمام؟ عشان اقبل بالوضع ده لازم الزيادات اللي تكون جوه الواي بي، الزيادات دي لازم تبقى زيادات موجودة جوه الواي سي، خلاص؟ فدي اتفقنا عليها في اول سلايد خالص في اول مسألة. طيب تعال نشوف هل ده فعلا هيختصر لحاجه فيها كوزاين او ساين. ففعلا لما اجي اعمل اختصار هنا، لو هنا اخدت ساين ساين اكس كومن فاكتور، نص ساين اكس كومن فاكتور، هيطلع لك ساين سكوير بلس كوزاين سكوير، تمام؟ اللي هو ايكوال كام؟ 1. لان في الاخر
طلع عندك سالب اكس على 2 كوزاين، والزياده الوحيده اللي عندك دلوقتي بقت سالب اكس، بقت نص ساين اكس. الزياده الوحيده اللي بقت عندي دلوقتي على الترم اللي احنا متوقعينه اللي هو نص ساين اكس. طالما الزياده بتاعتي، الزياده دي اللي هي الموجوده في الواي بي هي ترم موجود جوه الواي سي اللي هو الساين، فمفيش قلق. ليه مفيش قلق؟ اتفقنا ان الواي بي دوره الاساسي ان هو لما يدخل جوه المعادله يكون لك مين؟ الساين، صح كده؟ طيب الواي بي دي لما تخش جوه المعادله التفاضليه بتاعتي هتجيب لي الساين، تمام؟ طب الحته الزياده دي لما تخش جوه المعادله التفاضليه هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي زيرو. ليه؟ لان هي نفس الحل اللي موجود جوه الهوموجينيس، صح؟ فهل الزيرو زائد ساين هيفرق معاك؟ ما هيفرق معاك لو انا قلت لك ان الحل اسمه ساين زائد زيرو، مش هيفرق معاك، هو ساين برضه. طيب فانا في الاخر خلاص، يبقى انا ممكن لو كتبت الواي جنرال سوليوشن هكتبه طبعا بدلاله الكوزاين والساين، هتلاقي اول حاجه عندك سي 1 وسي 2 اللي هم بتوع الواي سي، بالاضافه للواي بي هيبقى عندك في ترم هنا في كوزاين اللي هو سالب اكس على 2 كوزاين، تمام؟ وفي ترم مع ساين اللي هو نص. هنا وضحت بقى ايه؟ شايف النص الزياده دي؟ النص دي هل ليها لازمه هنا؟ لا، ملهاش اي لازمه، فممكن تتشال عادي خالص، تمام؟ فانا بس باكد على الحته دي لان ناس كتيره كانت بتسال عن النقطه دي، اللي هو بيحل بالفاريشن يلاقي فيه ترمات زياده، او ساعات بيحل حتى بالاوبريتور يلاقي فيه ترمات مش موجوده في المودل انسر. لا، طالما الواي بي فيه ترم زياده والترم الزياده ده هو نفسه موجود جوه الواي سي، فمفيش قلق من الترم الزياده ده، تمام؟ ليه؟ لان اي حاجه موجوده جوه الواي سي بتصفر المعادله، فمش هتبوظ لك شكل الفانكشن بتاعتك. يبقى اهم حاجه طلعنا بيها هنا من السلايد دي ان دايما المساله بتاعت الساين والكوزاين لما بيكون في مشكله في المقام اللي هي السبيشال كيس اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده في الدي اوبريتور، لو انت مش عايز تشتغلها بالايماجينري اللي هي اي باور اي اكس وتكمل، فممكن تشتغلها بطريقه الفاريشن. انا شايفها مش هتبقى صعبه، هتبقى سهله جدا برضه، تمام كده؟ فانت ليك مطلق الحريه، ولكن الافضل هنا تشتغلها بالفاريشن او بارامتر هتبقى اسهل. طيب تعالى كده نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده برضو مهم جدا، برضو دي نون هوموجينيس في اول مرحله من الحل، مفيش اختلاف عليها، كده كده بجيب الواي سي. الواي سي هنا سهله، اخدناها من شويه، هيطلع كوزاين وساين. دلوقتي المرحله الثانيه هو ايجاد مين؟ ايجاد الواي بي. وانت كنت قايل لي ان انا بختار طريقه الحل المناسبه للواي بي بناء على شكل الفانكشن، بس هنا بقى في مشكله. الفانكشن المره دي جزئين، جزء اسمه اي وجزء اسمه تان. كل جزء من دولت بيركب عليه طريقه معينه، لان كل واحد من دولت ليه طريقه مناسبه ليه. الاي باور اكس الطريقه المناسبه ليه هي طريقه الاوبريتور، في حين ان التان اكس ما ينفعش اشتغلها بالاوبريتور ولازم اشتغلها فريش. طب هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ في الحاله دي اول لما بلاقي الموقف ده الاقي كل فانكشن عايزه طريقه مختلفه عن الثانيه، في الحاله دي ببدا اقسم الفانكشن بتاعتي لجزئين اف 1 واف 2، وكل واحده منهم اشتغلها لوحدها واجيب لها الواي بي 1 والواي بي 2. يبقى اول لما الاقي الموقف ده بقسم المساله بتاعتي جزئين، وكل جزء اشتغله لوحده واجيب الواي بي بتاعته. فانا دلوقتي هجيب الواي بي 1 اللي هي ناتجه من الاف 1، والواي بي 1 دي هحسبها بطريقه الاوبريتور، فهقول واحد على الاوبريتور واحط هنا مين بقى؟ الاف 1. الواي بي 1 هحسبها من الاف 1 اللي هي الاي باور اكس. طبعا هنا مساله سهله، هشيل الدي احط مكانها 1 هيطلع نص اي باور اكس، خلاص خلصت. طيب الواي بي 2 بقى، الواي بي 2 دي محتاجه فاريشن وبارامتر، يبقى يلا نكتب الفرد بتاع الواي بي 2 بناء على طريقه الفاريشن وبارامتر. الفاريشن بارامتر بتقول لنا ان الواي بي بتاعتها هتاخد نفس شكل مين؟ اتفقنا الواي سي، هتاخد كوبي من الواي سي بس مع استبدال الثوابت بفانكشن اسمها في 1 وفي 2. ده شكل الواي بي بتاع الفاريشن، وده شكل الواي بي بتاع الاوبريتور، تمام؟ طيب يلا نكمل على الوضع دي. الواي بي دي ناقصها الفي 1 وناقصها الفي 2، وعشان اجيبهم محتاجين نجيب الران سكن، والران سكن لسه جايبينها من شويه على الكوزاين والساين طلعت بواحد، لسه جايبينها في المساله اللي فاتت. طيب يعني انا في الاخر هنكتب القانون بقى بتاع الفي 1 ماينس تكامل، هحط هنا الواي 2 اللي هو مين؟ الساين، احط الفانكشن اللي هي مين؟ التان. محدش ينسى انا بحط مين هنا؟ انهي فانكشن؟ التان، ماليش دعوه بالاي، ما انا قسمت المساله خلاص. والرون سكنت ب 1، فطبعا ساين ضرب تان دي اللي هي ساين سكويرد على كوزاين
اللي انا هخليها 1 ناقص كوساين سكويرد في النيوميريتور، واوزع البسط على المقام، هيطلع في الاخر في 1 بالشكل ده. تكامل بسيط جدا يعني. طيب ال v2 برضو نفس القصة، هعمل تكامل y1 وال f of x، هتلاقيها اسهل بكتير في التكامل. كوزاين ضرب تان يديني ساين، تكامل الساين بنيجاتيف كوزاين. بعد ما خلصت ال v1 وال v2 انا كده اقدر اكتب شكل ال yb2. yb2 اكتبها ازاي؟ زي ما اتفقنا، كوزاين مضروبة في ال v1 والساين مضروبة في ال v2، نفس الوضعية دي بالظبط. فادي الكوزاين هضربها في ال v1 اللي انا لسه جايبها، اللي هي ساين ناقص لين، وادي الساين اكس اللي هي الواي 2 هضربها في الفي 2 اللي هي ماينس كوساين، ويبقى انا كده جبت شكل الواي بي 2. بس زي ما اتفقنا قبل كده، اكيد هو لما يجي يكتب لك الحل بتاعه في الموديل انسر او في الام سي كيو او حاجه، لازم يكون في السمبلست فورم، فحاول تبسط شكل الواي بي. هتلاقي هنا ان في اختصار ممكن اعمله، هنا كوساين ضرب ساين، وادي هنا ساين ضرب كوساين، لان هما اتنين زي بعض، لان ممكن يروحوا مع بعض. يعني في الاخر الواي بي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى كوزاين اكس ضرب ماينس لين سيك بلس 10. طيب يعني تقدر تكتب لي بقى دلوقتي الواي جنرال سوليوشن؟ اقدر اكتبه. بص كده هكتبه ازاي. اول حاجه انا عندي كوزاين وساين، صح؟ الكوزاين وساين اللي هما ظهروا مع الواي سي، الكوفيشن بتاعتهم ايه؟ سي 1 وسي 2. كده انا لغايه دلوقتي ما كتبتش غير الواي سي، صح؟ بالاضافه ليهم في كوزاين وساين ظهروا مع الواي بي، صح؟ في الواي بي ظهر عندي هنا كوزاين اهي ضرب ماينس 10 سيك بلس 10، كوزاين ضرب ماينس 10 سيك بلس 10. طبعا الساين بتاعتها طارت خلاص، فبالتالي انا ما عنديش غير ده. ده يبقى الجزء ده هو اللي بيعبر عن مين؟ هو اللي بيعبر عن الواي بي 2. طيب ناقص الجزء اللي هو بيعبر بقى عن الواي بي 1، اللي هو ده لوحده كده، اللي هو نص اي باور اكس ده لوحده، تمام؟ فانا كده جبت الواي جنرال سوليوشن. فاهم حاجه نطلع بيها من السلايد دي، اللي احنا لما بنلاقي الفانكشن بتاعتي اجزاء وكل جزء عايز طريقه مختلفه عن الجزء الثاني، مش لازم تحط في اعتقادك ان انت تستخدم طريقه واحده للمساله، لا، ممكن كل جزء يتحل بطريقه مختلفه. اهم حاجه تكون عارف ان انت دايما لما تيجي تفكر في طريقه الحل، اول حاجه بتشوف هل الفانكشن بتنتمي للجدول بتاع الاوبريتور ولا لا. لو هي بتنتمي للجدول بتاع الاوبريتور، حلها بالاوبريتور. على فكره في حاجه برضو مهمه، واحد يقول لي طب ما تيجي نحلها بالفاريشن وخلاص، ما هي طريقه الفاريشن طريقه جنرال. كلامك صح، ولكن مشكله طريقه الفاريشن، مشكله طريقه الفاريشن هي فيها انتجريشن. فالانتجريشن ده لو انتجريشن صعب، مش هتعرف تكمل، مش هتعرف تجيب شكل الواي بي. فعايزك كده تجرب الاي باور اكس اللي هي اتحلت في سطر واحد باستخدام الاوبريتور، جرب كده حلها بالفاريشن، هتلاقي التكامل صعب جدا، تمام؟ هتلاقي التكامل هنا رخم جدا. عشان كده نتفق اتفاق، طالما المساله تتحل بالاوبريتور حلها بالاوبريتور، ما تقولش لا انا حلها بالفاريشن وخلاص. لا، طالما المساله تنتمي لجدول الاوبريتور يبقى حلها بطريقه الاوبريتور. ولكن لو كانت الفانكشن بتاعتي غريبه لا تنتمي لجدول الاوبريتور، يبقى في الحاله دي انت دايركتد ناحيه الفاريشن اوبريتور. ده الاتفاق اللي احنا هنتفق عليه.